موجز التاسعة من الجزائر الدولية، أهلا بكم. أعلن نائب رئيس مجلس السجادة بالسودان محمد حمدان دجلو حميداتي فجر الاثنين الاستعداد للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني حسب ما جاء في تدوينة له عبر الفيسبوك. واعتبر أن توقيع الاتفاق السياسي جاء معبرا عن مبادئ وأهداف ثورة ديسمبر، ودعا حميداتي الشركاء الدوليين والإقليميين إلى مواصلة دعم السودان وصولا للتحول الديمقراطي المشهود وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. وكان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقع اتفاقا سياسيا مع حمدوك بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر. رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج بكفالة عن 6 مهاجرين مغاربة فروا من طائرة حطت بمطار بالما في جزيرة مايوركا بعدما ادعى أحدهم إصابته بطارئ صحي. وتم اتخاذ القرار من قبل محكمة التحقيق رقم 2 في إنكا، بما في ذلك لا يزال 9 ركاب هاربين، ويشتبه المحققون في أنهم ربما تلقوا المساعدة مثل الأربعة الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في بلازا دي سابوبلا، وهي بلدية بها جالية مهمة من المغاربة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون موقف بلاده الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما السعودية ودول الخليج، مشددا على متابعته الشخصية لحل الأزمة المستجدة. وأكد عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين عشية العيد 78 للاستقلال، أكد أن موقف لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، خاصة الخليجية منها. أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي. وهنا أعود وأؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج، انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات، خصوصا وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير، وأني أتابع السعي لحل هذه الأزمة المستجدة وآمل أن يكون الحل قريبا. أشار زعيم تيار الصدر في العراق مقتدى الصدر إلى أن مفوضية الانتخابات في بلاده تتعرض لضغوط سياسية وأمنية، وذلك قبل أيام من قليلة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. وفي بيان نشره على حسابه عبر تويتر، أكد الصدر نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها. وحذر الصدر الذي تصدر تياره الانتخابات وفق النتائج الأولية من التدخل في عمل القضاء والمحكمة، متهما أطرافا لم يسميها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاءوا من بوادر إشراقتها بحسب قوله. قالت السلطات في واوكيشا بولاية ويسكونسون الأمريكية إن بعض الأشخاص قتلوا عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات أحد عروض عيد الميلاد بالمنطقة مساء الأحد. وأضافت أنه تم أيضا نقل 11 من البالغين و12 طفلا إلى مستشفيات المنطقة جراء الحادث. وأفادت وسائل إعلام أمريكية سابقة بأن سيارة اقتحمت مهرجانا في أحد شوارع ويسكونسون مخترقة إجراءات الشرطة لتأمين العرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تخترق المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان بدأ أن الشرطة تفتح النار على السيارة قبل اصطدامها بأحد حواجز الطريق.
ذكرت وسائل أعلام رسمية سعودية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلنت رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر. وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات الحوثية اليمنية باستخدام زوارق مفخخة. وقال التحالف إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة، فيما لم تذكر التقارير مزيدا من التفاصيل. قال قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني إن بحرية الحرس الثوري قدمت 9 جنود قتلوا في معارك مباشرة مع الأمريكيين للدفاع عن سيادة إيران في الخليج. وأضاف الأدميرال في كلمة ألقاها في المؤتمر الوطني 7 للطلاب التعبويين قائلا: لم يعلن عن بعض الاشتباكات مع الأمريكيين في وسائل الإعلام لسبب ما. ومقابل 9 ضحوا في معارك مباشرة مع الأمريكان، تمكن من تسديد 9 صفعات لا تنسى لهم بفضل الله تعالى. وقد أدركوا اليوم سيادة الجمهورية الإسلامية في الساحة البحرية حسب قوله. مشاهدينا، ختام هذا الموجز، السلام عليكم.